متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. على الرغم من نجومية بيب غوارديولا وإغراء اللعب تحت قيادته، إلا أن بعض اللاعبين رفضوا الانضمام له منذ توليه تدريب مانشستر سيتي صيف 2016، ولم ينجح الفيلسوف الإسباني في استقطابهم للعب تحت قيادته لأسباب مختلفة، سواء مادية أو رياضية وحتى أسباب شخصية. في هذا الفيديو سنعرض لكم متابعينا في ميد سبورت 7 نجوم فشل غوارديولا في ضمهم منذ وصوله للسيتي، فابقوا معنا. هذا الفيديو برعاية لعبة المدرب الأفضل OSM، وهي لعبة تدريب رائعة وتنزيلها مجاني تماماً في الهواتف المدعمة من الأندرويد أو الآي أو إس، وبعد أن تقوم بتحميلها قم بالتسجيل وستوفر لك عدداً هائلاً من مباريات الدوري من مختلف القارات، حيث تشمل اللعبة جميع الدوريات العربية وأقوى الدوريات الأوروبية، وبذلك يمكنك أن تختار فريقك المفضل في بلدك أو أن تدرب الفرق العالمية. والآن سأوضح لكم بعض ميزاتها. فلكي تكون المدرب الأفضل عليك أن تدرب فريقك بصورة جيدة وتطور من أدائه خلال الإشراف على جلسات التدريب، ويمكنك اختيار التشكيلة الأساسية والخطة المناسبة سواء 4-4-2 أو 4-3-3 وغيرها، إضافة لتحديد التكتيك المناسب سواء اللعب على الهجوم المضاد والكرات الطويلة أو التمريرات القصيرة وتكتيكات أخرى. أيضا عليك إعطاء تعليمات خاصة لخطوط الفريق بمراقبة مهاجم الخصم، وكذلك تحديد قائد الفريق واللاعبين المتخصصين في الركلات الركنية والركلات الثابتة، كما يمكنك تعزيز فريقك ببيع وشراء لاعبين جدد، وأيضا تكليف الكشاف بالبحث لك عن لاعب في مركز محدد في أي دوري بالعالم. إذا كنت تحب كرة القدم ستحب المدرب الأفضل بالتأكيد. قم بتنزيل اللعبة مجانا الآن عبر الرابط بوصف الفيديو. جورجينيو. عندما قرر غوارديولا في الصيف الماضي التعاقد مع بديل طويل الأجل البرازيلي فرناندينيو لتعزيز مركز خط الوسط الدفاعي، كان النجم الإيطالي هو خياره الأول، وبالفعل تم الاتفاق بين مانشستر سيتي ونابولي على التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب، بل إن كافة الصحف الإنجليزية أكدت إتمام الصفقة لصالح كتيبة غوارديولا، لكن فجأة وبدون سابق إنذار رفض جورجينيو الرحيل صوب ملعب الاتحاد، وقرر الانضمام لتشيلسي ليلتحق بموريسيو ساري مدربه السابق في نادي الجنوب الإيطالي. وعلق صاحب 27 عاما على ذلك قائلا: وجود موريسيو ساري لعب دورا كبيرا في تحديد وجهتي وانتقالي لتشيلسي، كما تم الترويج أيضا أن والدته هي من نصحته بالانضمام للنادي صاحب التاريخ الأكبر، وبالتالي فضل الانضمام للبلوز. في المقابل علق الإسباني غوارديولا في وقت لاحق على فشل صفقة انضمام جورجينيو بالقول: اعتقدنا أن صفقة جورجينيو قد حسمت لنا، لكنه في النهاية اختار تشيلسي. أنا أريد لاعبا يريد المجيء إلى مانشستر سيتي، لا أرغب في التعاقد مع لاعب لا يحب أن يأتي إلى هنا. ليوناردو بونوتشي. في صيف 2017 أراد الإسباني بيب غوارديولا استغلال رغبة المدافع الإيطالي في الرحيل عن يوفنتوس بسبب توتر علاقته بالمدرب ماسيميليانو أليغري، وطلب من إدارة مانشستر سيتي بحث إمكانية التعاقد مع اللاعب بشكل سريع لأنه يرى فيه قائدا مثاليا لخط دفاع الفريق. وبالفعل تقدم مسؤول سكاي بلو بعرض رسمي لضم بونوتشي يقضي بانتقاله إلى ملعب الاتحاد مع راتب يفوق راتبه مع البيانكونيري، لكن نية اللاعب نفسه كانت واضحة للجميع، وهي عدم مغادرة إيطاليا لأسباب تتعلق بعائلته، حيث أن ابنه يعاني من مرض مزمن ويفرض عليه البقاء بجانبه، لذلك قرر عدم الرحيل صوب انجلترا وفضل الانضمام لميلان الذي تقدم هو الآخر بعرض لضمه آنذاك. وعلق غوارديولا على تلك الواقعة آنذاك قائلا: بونوتشي لاعب مميز ليس فقط في طريقة لعبه بل شخصيته أيضا، ولهذا السبب كان يلعب في ناد كبير مثل يوفنتوس والآن في ميلان، بالطبع كنا نرغب في التعاقد معه ولكن هذا ما حدث. وأضاف: في بعض الأحيان تنجح المفاوضات وفي البعض الآخر لا، هذه هي كرة القدم وظروف اللاعب دفعته لاتخاذ هذا القرار. داني ألفز.
بعد موسم بيب جوارديولا الأول مع مانشستر سيتي، شعر الإسباني أنه بحاجة إلى تعزيز خط الدفاع وإضافة بعض اللاعبين الجدد إلى تشكيلته، خاصة في مركز الظهيرين. وكان هناك العديد من الخيارات التي طرحتها إدارة مانشستر سيتي على جوارديولا، إلا أنه كان يريد التعاقد مع ظهيره السابق في برشلونة داني ألفيس خلال فترة تواجد اللاعب مع يوفنتوس في 2017. وبالفعل تحدث بيب مع البرازيلي وتم الاتفاق على كل ما يتعلق بقدومه إلى البريمير ليج، لكن أسبابا عائلية تتعلق برفض زوجته العيش في إنجلترا دفعته للتراجع عن قراره وقبول عرضا من باريس سان جيرمان في آخر لحظة، وهو ما علق عليه نجم البارسا السابق قائلا: بيب كان يعلم نيتي بالعمل معه من جديد، لكن يجب ألا يكون قراري مضرا بأي شخص مقرب مني، لقد اعتذرت منه وتفهم الأمر. فيما علق المدرب الإسباني بالقول: كنا قريبين جدا من التوقيع مع داني ألفيس، لكن زوجته كانت تفضل الإقامة في العاصمة الفرنسية باريس على المعيشة في إنجلترا، وهي السبب الأول والأخير في تغيير قراره. مارك أندري تير شتيغن. مع قدوم غوارديولا إلى الأراضي الإنجليزية في 2016 لم يكن لديه ثقة في جو هارت حارس مانشستر سيتي آنذاك، ورأى أنه غير مناسب لخططه وأسلوب لعبه، ما دفعه بالاتفاق مع إدارة سكاي بلو للتقدم بطلب رسمي لضم شتيغن من برشلونة في وقت كانت أغلب التقارير تتحدث عن رغبة الحارس الألماني في مغادرة البارسا بسبب قلة مشاركاته مقارنة بزميله كلاوديو برافو. واعترف غوارديولا أنه أجرى بنفسه مكالمة مع شتيغن واتفق معه على بعض التفاصيل، وكان الانتقال قريبا بشدة لدرجة أن زوجة تير شتيغن بدأت العمل على إجراء الانتقال إلى جامعة مانشستر، إلا أن إدارة البارسا كان لها رأي آخر حيث رفضت رحيل اللاعب وأكدت تمسكها به، وانتهى الأمر بالتفريط في تشيلي برافو لصالح السيتي. ويقول شتيغن عن ذلك: لقد كان وضعا لا يمكنني نسيانه، خاصة مع رغبتي في اللعب باستمرار، كان على النادي أن يقرر، لم يكن الضغط مسلطا علي فقط. وبالفعل وجه لي النادي رسالة قال فيها: لا تقلق، فأنت تحظى بثقة كاملة وستستمر معنا لسنوات طويلة. وأضاف: سعدت لأن النادي اختارني ولهذا السبب بقيت. استمر شتيغن ليصبح اليوم واحدا من أفضل حراس المرمى في العالم، وربما لو كان نجح غوارديولا في ضمه لما احتاج أبدا للتعاقد مع البرازيلي إيدرسون مورايس. أليكسيس سانشيز. عندما قرر النجم التشيلي رفض تجديد عقده مع أرسنال الذي كان من المفترض أن ينتهي في صيف 2018، أعلن النادي اللندني أنه سوف يبدأ في الإنصات للعروض المقدمة لضم اللاعب، وهو ما دفع مسؤول مانشستر سيتي للتواصل مع إدارة الجانرز في يناير 2018 لحسم صفقة التعاقد مع سانشيز بناء على طلب بيب غوارديولا، قبل أن يتدخل البرتغالي مورينيو باقتراح صفقة تبادلية تقضي بانتقال هنريك مخيتاريان إلى أرسنال مقابل استقطاب التشيلي إلى مانشستر يونايتد مع إغرائه براتب أسبوعي ضخم بقيمة 500 ألف جنيه استرليني، سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ البريمير ليج، الأمر الذي دفع سانشيز لقبول عرض الشياطين الحمر دون تردد. لكن يبدو أن فشل صفقة انتقال سانشيز إلى سكاي بلو قد حمل جوانب أخرى إضافة إلى تلك التفاصيل المالية، وهو ما كشفه الإسباني غوارديولا في تصريحات صحفية قائلا: أرسنال أراد ضم رحيم ستيرلينج للصفقة، تحدثوا معي ورفضت تماما، في بعض الأحيان تتم الصفقات وفي أحيان أخرى لا تتم. بول بوجبا. واحد من أكثر اللاعبين الذين اقترن اسمهم بالمان سيتي، وكان على رأس أولوية بيب غوارديولا عند وصوله إلى النادي الإنجليزي في وقت توهج بوجبا مع يوفنتوس، حتى أنه قبل ساعات من إعلان مانشستر يونايتد في 2016 عن توصله إلى اتفاق مع إدارة السيدة العجوز بشأن صفقة بوجبا، كانت أغلب التقارير تعطي أفضلية لسكاي بلو في حسم الصفقة على اعتبار أن بوجبا كان منفتحا على فكرة اللعب تحت قيادة غوارديولا في معقل سيتيزنز. لكن فجأة وقع اللاعب لناديه السابق ضاربا عرض الحائط بكل التوقعات والأخبار التي ربطته بالانضمام للسيتي، ويقال أن شروط يوفنتوس المادية الضخمة هي السبب في تغيير وجهة اللاعب من ملعب الاتحاد لملعبه القديم أولد ترافورد مقابل 105 ملايين يورو في صفقة جعلته أغلى لاعب في التاريخ آنذاك. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي حاول فيها غوارديولا ضم بوجبا ولم ينجح،
قبل أن يصرح المدرب الإسباني في العام الماضي بأنه رفض خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018 ضم بوجبا بناء على طلب من رايولا وكيل أعمال اللاعب بداعي ارتفاع ثمنه، وهو ما استنكره بوجبا بشدة ورد بتغريدة على تويتر اكتفى فيها بجملة نصية كان مفادها ماذا تقول، في إشارة من النجم الفرنسي إلى عدم حدوث ذلك. فيرجيل فان دايك. تألق المدافع الهولندي وبزوغ نجمه كواحد من أفضل مدافع البريمير ليج في آخر مواسمه مع ساوثهامبتون جعله على رأس قائمة المطلوبين من قبل مانشستر سيتي وليفربول في صيف 2017، وبالفعل بدأت المفاوضات من كلا الجانبين، والتي ظهر في ذروتها أن فريق غوارديولا كان الأقرب لضم اللاعب، خاصة بعد تعثر مفاوضات ليفربول وساوثهامبتون في تلك الفترة بسبب تسريب بعض المعلومات عن دخول يورغن كلوب مدرب الريدز في محادثة هاتفية مع اللاعب دون الحصول على إذن من إدارة ناديه. ومع ذلك رفض فان دايك التدرب تحت قيادة غوارديولا وقرر عدم قبول عرض سيتيزنز، وحتى بعد تجدد الاهتمام في يناير الماضي أصر على موقفه لينتقل في النهاية إلى ليفربول مقابل 84 مليون يورو في صفقة قياسية جعلته المدافع الأغلى في التاريخ. وصلنا لنهاية الفيديو، كانت هذه قائمة بأهم النجوم الذين فشل غوارديولا بضمهم إلى سيتيزنز، ما جعله يصوب اهتمامه نحو لاعبين آخرين. فمن هم اللاعبون أو اللاعب الذي لم يجد غوارديولا بديلا له من هؤلاء؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.